الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه الإخوة والآباء الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبل الكلام نشكر أهالي ابو صالح وكل الأهل لحسن الاستضافه وانتم ان شاء الله نحسبكم اهل للكرم والضيافه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه والحمد لله اكرمتمونا وزياده فجزاكم الله خير وشكرا لكم يقول الله سبحانه وتعالى واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون في الايات دي الى نهايه الايات من سوره البقره ربنا يحكي لنا قصه ادم عليه السلام وآدم عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر وقبله ما كان في بشر وهو أول البشر خلقه الله سبحانه وتعالى بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة عليه الصلاة والسلام وآدم بعد ذاك ولد أولاد ولد قابيل وهابيل كما جاء في بعض الروايات وإختلفوا قابيل وهابيل لحد ما قتل قابيل هابيل وجاء بعد ذاك الأجيال جاءت الأجيال بعد آدم عليه السلام المفسرين قالوا جاءت عشر أجيال بعد آدم يعني يعني أحفاد يخلف بعضهم بعضا عشر أجيال وأمم بعد جاء زمن نوح عليه الصلاة والسلام نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض وآدم عليه السلام هو أول نبي إلى أهل الأرض فنوح أول رسول جبعت آدم بعشرة أجيال وعشر قرون أول ما جزم النوح ونوح ذاك ربنا لسه ما قاه الرسول كانوا في خمسة أولياء وصالحين في قوم نوح والكلام ده لسه نوح عليه السلام ما بقى رسول واحد اسمه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى للخمسة رجال أولياء صالحين يبقى يا جماعه ربنا عنده اولياء وما في انسان عاقل فضلا عن عالم ينكر إن ربنا عنده اولياء صالحين لأن الخمسة دول اولياء صالحين وربنا ذكر الاولياء في القران ربنا قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون طيب اولياء الله دول كيف هسه انا داير ولي واي زول فينا ده يبقى ولي ونسال الله يبقينا كلنا اولياء وصالحين كيف؟ هل اقلع الجلابيه دي؟ اقطعها والبس جلابيه مرقع او لون معين كده انا بقيت ولي طوالي لي الله لا هل اركب لي اريال هنا زي بتاع شركه زين؟ كده ببقى ولي؟ لا هل الا ابوي يكون ولي؟ لا لا ما عنده علاقه لانه نوح عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام ذاته ده مش ولي ساكت ده رسول اعظم من الانبياء ذاته لانه درجة, درجه الرساله هي اعلى درجه من النبوه ومن الولايه ومن الصلاح ولد كافر نوح عليه الصلاه والسلام ولد كافر فلو كان ولد الولي ولي ولد الخليفه لابد يبقى خليفه ولد الصالح لابد يشيخوه يبقوا صالح بالرجالة كان ولد نوح عليه الصلاة والسلام بقى شنو يا جماعة؟ بقى صالح وربنا قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وفي قراءة إنه عمل غير صالح الله قال هذا ما صالح فبالتالي هو من أهلك ذاته مع إنه ولده وده رسول يبقى يا جماعة ما شرط ولد الصالح يكون صالح ولد الولي ولي ولد الخليفة خليفة ده أول فائدة نأخذها فالخمسة رجال ده الود وسواع ويغوث إلى آخر ديل صالحين تب زي ما قال عبد الله بن عباس قال ديل اولياء صالحين يبقى ديل اولياء صالحين قالوا قوم محبوهم حب شديد مره واحده ودائما النفوس يا جماعة الطيبة بتحب الناس الصالحين والناس الطائعين لله لأن أنت حبيته ما لونه ولا قبيلته ولا قروشه أنت حبيته لأنه هو صالح بحب الله فالمفسرين قالوا حبهم حب شديد والقصة هي ماشية لكن أنا بذكرها بس بالمعنى يعني عشان نقرب الفهم للناس حبهم حب شديد الخمسة ديل وربنا ابتلاهم ابتلى قومهم إنه الخمسة ديل ماتوا في سنة واحدة ولاحظ حب الناس لهم شديد ربنا موتهم في سنة واحدة دار اختبر منهم قومهم اللي كان بيحبوهم فحزنوا عليهم حزنا شديدا فلما علم الشيطان ذلك ابليس ما قاعد أول ما شاف الجماعة دل بيحبوا الصالحين الخمسة دل شديد والخمسة الصالحين والأولياء دل ماتوا في سنة واحدة وقومهم دل حزنانين عليهم حزن شديد إبليس قام جل قومهم قال لهم هوي الدار يعبد الله زي الصالحين ديل الناس ودوا سواع ويغوص ويعوق نسرة ويبقى نشيط في العبادة وفي الدعاء وفي الصلاة وفي الصيام في غيره زيهم لابد ما يعبد الله في البيت تجي تعبد الله جم قبور الخمسة الصالحين دي. ليه إبليس قال لهم عشان لما تكسل في العبادة ونفسك تمل النفس ما بتمل تتذكر ود أهو ده قبره كان بيعبد الله عبادة تمام وهو يعوق وهو نسرة كان بيعبد الله تمام تعبد الله زيهم تنشط كل ما تكسل تعال لاقبور ود او يعوق او سواع تنشط في العباده يبقى نيتهم خير ولا ما خير خير لكن في النهايه وقعتهم في الكفر بالله يبقى الفائده الثانيه يا جماعه النيه الطيبه برا كفايه هسه لو زول قال يا اخي انا بحب الله شديد معقول اصلي للصبح ركعتين بس من بدايه اليوم انا بحب الله شديد اصلي اثنين بس بصلي لله الصبح كل يوم عشرين ركعة بدل اثنين سواكم عشرين الله بيقبل ما بيقبل مع انه نيته نيت خير ولا شر نية خير يا جماعة لكن الله برضو ما قبل اذا النية الطيبة ما بتنفع براها لابد فيها من موافقة الكتاب والسنة شيء ما قالوا لك الله أعمل ما تعملوا حاجة ما قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام سويها ما سويها حاجة سواها النبي عليه الصلاة والسلام بعدد معين أو في مكان معين مثلا الطواف مكانه وين مكانه وين في الكعبة في مكة حتى في المدينة ما سطف أخير السودان ولا المدينة؟ المدينة في المدينة ما يجوز لك تطوف ولا طاف الصحابة بقبر أفضل البشر وسيد الناس بقبر النبي صلى الله عليه وسلم طافوا به ما طافوا به يبقى لو زول حول الطواف من مكة من الكعبة جا بالسودان بقبري أنا باطل وشرك بالله لأن الطواف عنده مكان معين طيب كذلك العبادة عند في عبادات عندها زمان معين لو جل يوم يومي بيصلي الصبح الساعة تسعة بالليل عنده صلاة ما عنده صلاة مع إنه صلى وسمى الصبح لكن ما عنده صلاة لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد للصبح توقيت معين وللظهر توقيت معين وللمغرب والعصر واو معين فما يجوز تغيرها ده الدين يا جماعة أما في الدنيا تأكل تحنية تتمسح بها بطريقتك بطريقتك أما في الدين لابد أي عبادة يكون عندها ختم من هنا جماعة من النبي عليه الصلاة والسلام طيب فالجماعة بيقوا يعبدوا الله جمع القبور دي كانت نيتهم خير لكن بجهل ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام حرم انك تصلي لله في مكان فيه قبر مع انه انت بيصلي لمنو لأ لله في مكان فيه قبر ما يجوز قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في الموضوع ده تحديدا قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام بيجوز يصلى الله يكرمكم جوا الدبلوسين لو يتوضا تمام بيجي يصلي جوا اذا صلى صلاته باطله كذلك المغبره ليه؟ ليه قال كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانه ده محل محل القبور ده اصلا وبالذات قبور الناس اللي بيظن انهم صالحين وانهم ناس كويسين وانهم ناس اولياء بغض النظر انه لو بقى الكلام ده صح الظن ده انهم صالحين ولا كعبين ده ما موضوعنا لا ان بقوا صالحين تب النبي صلى الله عليه وسلم حرم منك تعبد الله عن قبورهم ليه سبب شنو السبب لأنه الشرك بالله أصلا بدأ بتعظيم قبور الصالحين والأولياء وبدأ كيف ما كانوا يعبدوا الأولياء كان بيعبدوا الله لكن جم قبور منو الصالحين وإبليس بدأ بهم كده لحد ما عبدوا القبور ذاته وخلوا الله شوف القصة الآن حتعرفها أبيك يعبد الله جم قبر ود وسواع ويغوث ويعوق نَسْرَةً إبليس جاءهم قال لهم يا أخي لو رأيتم لو رأيتم إبليس ما خبرة لو رأيتم أن أصنع لكل واحد من هؤلاء صنما صورة ما كان عندهم يا جماعة من <applause> الزمان موبايل جالكسي لو كان عندهم كان صوروه وعلقوه في الحافلة أو في الدكان قالوا بيجيب الرزق لكن بس ما كان عندهم موبايل وما كان عندهم كاميرات زي دي قال لهم أنا بنحت لكم من الحجر أو الخشب صورة طبق الأصل لا صورة ود ولا صورة سواع ولا صورة يعوق ونسرة وليل وكل صورة بخدتها لكم فوق قبر بتاع واحد كده كده خمسة صور قالوا لا ما في مشكلة صانع لهم لكل ناس لكل واحد صورة خدتها فوق قبر عشان بدل ما يتذكروا عبادته ساي يشوفوا قدامهم عديل خلوهم فتره يوم بعد فتره ثاني قال لهم انتم دار تعبض الله وتنشطوا في العباده تركب من بيتك تجي جنب قبر ود وسواع وتشوف الصوره والصنم وكذا انا بجعل لكم لكل واحد شنو؟ صنم نسخه من ود وسواع و في بيته ما تركب ساي تجي وكذا 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 قالوا له خير عمل لهم كل زول في البيت شو التدرج ابليس شغال بهم كيف؟ قال السلف فلما هلك اولئك نجي هنا نصلي يا جماعه ناس جاهز للصلاه ونواصل ان شاء الله بعد الصلاه يعني ماتوا الجيل ده مات والجيل ده كله كانوا بيعبدوا الله لكن عند قبور هؤلاء وعند اصنام وصور هؤلاء الصالحين عليهم رحمه الله لما هلك هؤلاء يعني الجيل ده مات ونسي العلم قال العلماء نسي العلم يعني مات العلماء عبدوهم من دون الله لما العلماء ماتوا ومات الجيل ده جي الاجيال اللي عبدوا الرجال الخمسه الصالحين ديل ود وسواع ويغوص و الى اخره وصاروا يستسقون بهم المطر يعني اذا دارين المطر بيمشوا ليدين عشان يوصلوهم ويقربوهم لله سبحانه وتعالى عشان كده العلماء قالوا اصلا الشرك بيحصل باسباب السبب الاول الغلو ومجاوزه الحد في حب الصالحين مطلوب شرعا يا جماعة انك تحب زول المؤمن الصالح المتقي تحب من اجل تقواه وايمانه صلاح لله عز وجل وتبغض الانسان بقدر معصيته وذنبه لربنا سبحانه وتعالى لكن اذا جاوزت الحد يعني زول بشر زيك حتى ان بقى صالح رفعت مكان بقيت زي الإله واحد هنا أنت غلطان ولا ما غلطان غلطان دي 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 المشكلة هنا وهذا هو الذي يسمى بالغلو السبب الثاني في حصول الشرك قالوا انتشار الجهل وعدم العلم عشان كده دائما الشرك تلقى يدخل في ناس ما فيهم علماء آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر فقال العلماء فلما نسي العلم وهلك أولئك عبدوهم من دون الله عز وجل أول ما عبدوا الخمسة رجال صالحين ديل ربنا سبحانه وتعالى رسل نوح عليه السلام إلى قومه بقى رسول قال تعالى: إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وهناك ربنا قال لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فربنا سبحانه وتعالى رسل نوح عليه السلام عشان يحارب الشرك ده. والشرك ده حصل في قوم نوح بسبب الغلو والخطا الزائد الغلو الزائد والخطا في حب هؤلاء الخمسه الذين كانوا اولياء وكانوا صالحين وبعد ذاك القصة مع سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام معروفة ولحد ما كفروا به ودعاهم للتوحيد تسعمية وخمسين سنة لما الرفض يؤمن به وما آمن معه إلا قليل ربنا قال له أصنع الفلك السفينة العظيمة وقالوا نجر قطع الخشب جابوا من الغابة في مئة سنة ونجروا في مئة سنة ودقه بقى سفينة في مئة سنة دي مئة سنة وعدت جاء الطوفان وربنا قال له أحمل المؤمنين وأحمل من كل شيء زوجين شفتها كيف وربنا سبحانه وتعالى اغرق الناس الموجودين في الواطه كلهم الكفار كلهم معاهم ولده ولد نوح عليه الصلاه والسلام كلهم غرقوا بما فيها الاصنام الخمسه اللي هي كانت صور بتاعه رجال صالحين ود وسواع ويغوص الى اخره غرقت ودفنت تحت الرمله وقعدت مئات السنين تحت الرمله لحد ما جاء واحد عنده قروش غنيان وكان سيد زعيم كبير في قريش وعند العرب اسمه عمرو بن لحي مشى الشام يدعالك كان عيان ولما جاء راجع في الطريق اول ما وصل الشام لقى الجماعة بيعبدوا الصور والاصنام بتاعت الصالحين والاولياء عجبته الحكايه دي فلما جاء راجع في الطريق قبل ما يصل ابليس لاقاه في الطريق وعرف ان الزول ده عجب عجبوا عبادة هؤلاء الصالحين والشغلة بتاعت الصور والأصنام والتماثيل إبليس قال له هل أدلك على مكان أصنام قوم نوح قال له نعم فساقوا في الصحراء قال له أحفر هنا وأحفر هنا وأحفر هنا وأحفر هنا حفر الحفر حفر الرملة القبيل لقى الأصنام دي قاعدة مدفونة تحت شال نظفها ولقط أصنام وداها لمكة فعبدت هذه الأصنام من دون الله عز وجل دي القصة كده لكن على التعريف فائدة أهم فائدة في القصة دي الآن ده نركز عليها إنه الأصنام دي ما مجرد حجارة يا جماعة الأصنام دي كانت عبارة عن صور لناس ظنوا إنهم صالحين سواء كان فيهم ناس صالحين بجد أو فيهم ناس ما صالحين لكن ظنوا فيهم الصلاح الميم كان الصور لناس ظنوا فيهم إنهم صالحين وإنهم أولياء وما كان عندهم موبايلات وكاميرات يصوروا بها إنما الصورة كان بنحتوها نحت من جبل من حجر أو من خشب أو من غيره فشال طوال وداها مكة والجماعة عبدوا هذه الصور محبة للأولياء ومحبة للصالحين ده الموضوع كده أها صاروا يعبدوا هؤلاء ويعبدوا هؤلاء ظهر رجل قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما هو رجل ما, ما هو نبي ولا هو رسول يا جماعة اسمه زيد ابن عمرو ابن نفيل ده والد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعيد بن زيد بن عمرو ده أحد العشرة المبشرين بالجنه، صحابي جليل بل هو من العشر الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، أبوه ده ما 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 لاقى النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو ما صحابي لكن كان مؤمن في وسط المشركين ديل اللي كانوا بيعبدوا الأولياء والصالحين ويصوروا صورهم في شكل أصنام وتماثيل وتصاوير زيد بن عمرو ده كان موحد ما كان مشرك قالوا كان يتكي على الكعبة والجماعة قاعدين يتبركوا بالصور دي والتماثيل دي قال لهم يا معش يا أهل مكة الشات خلقها الله عز وجل وأنبت لها الكلا والعشب تذبحونها لغير الله قال لهم الشات البهيمة اللي بتطبحوها للصور بتاعت ال... بتاعنا الأولي حقينكم وصالحينكم ديل دي ربنا الخلقة وربنا الأنبت لها الكلأ والعشب القش الله الخلقة تطبحوها لديل وده حاصل لنا كثير واحد ربنا سبحانه وتعالى يدي جنة من السماء مرته ما كانت بتحمل عشرة سنة مما عرسه مثلا الله يدي جنة يشيل خروف يمشي يطبحوا لغير الله زول ميت يقول لك دا كداني يا اخي ده ميت لو كان بدي كان ادى لرقبت الروح وحية تاني من جديد عشان كده ربنا قال اموات غير احياء ده في القران الكريم شو القران ده واضح ما داير له اي لولوه لكن في ناس بتلولوا وبرأهم ربنا قال الناس هل انت بتستغيث بهم وتخلي الله الحي الذي لا يموت وتدعوهم وتتوكل عليهم وتخلي ربنا سبحانه وتعالى احسن الخالقين ربنا قال لك ديل اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون وربنا سبحانه وتعالى قال ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ما يخلق شيء وهو ذات مخلوق ربنا الخلق وربنا الاحياء وربنا سبحانه وتعالى الكتل ودخلوا في القبر ودخلوا ودَلَّحت كيف تدعوه او تستغيث به او تعتقد انه بينفع او يضر ما في اوضح من القران يا جماعه ما في ابدا المهم فبعد ذاك عبدوا الاصنام دي من دون الله عز وجل وظهروا ناس زي زيد بن عمرو بن نفيل ده كان موحد لحد ما بعد ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي عليه الصلاة والسلام وجا خاطب مشركين قريش وكفار قريش خاطبهم بعقولهم دي إن هؤلاء لا ينفعوكم ولا يضروكم أبدا ربنا قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وده يا جماعه ده منو؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام سيد البشر وسيد الناس وسيد الانبياء والمرسلين عليهم جميعا الصلاه والسلام ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام قل للناس عن نفسك انت ذاتك يا رسول الله قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا يا جماعه اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام ما يملك لروحه لنفسه لا نفع ولا شنو ولا ضر والنبي عليه الصلاة والسلام أصلح الصالحين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين بعد ده قال أنا لنفسي لا بملك نفع ولا ضر يبقى تاني في زول صالح ولا طالح يملك لك التداء نفع ولا ضر ابدا لا ما يملك لك اي حاجه ربنا قال في القران الكريم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وكمان النبي عليه الصلاه والسلام مع عظيم مكانته ورفعه شانه ما يعلم الغيب يبقى تاني ما يجي زول يغشنا يقول لك أنا بعلم الغيب ما بتعلم رمادك ما تعلم أي حاجة لأن نبينا عليه الصلاة والسلام ربنا قال له قل للناس ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون فجاءت الرسالة بالتوحيد أول كلمة قال النبي عليه الصلاة والسلام للناس قال لهم وحدوا الله قبل ما يقول لهم صلوا ولا اتوضوا ولا اتطهروا ولا صوموا ولا حجوا لانه في ناس بيجي يقول لك يا مولانا علم الناس الطهاره والوضوء والصلاه نعم الطهاره والوضوء والصلاه من الدين والبنكر كافر لكن في حاجه اهم من الوضوء والصلاه والحج والصيام اللي هي العقيدة والتوحيد يعني شنو العقيدة والتوحيد إنك تعبد ربنا براء، ما تشرك بربنا أحد دي العقيدة الصحيحة دي لو ما عندك الله لا يقبل مننا لا صلاة لا وضو لا صيام لا غيره لو حجيت ألف مرة الله ما يقبل منك من غير شنو يا جماعة من غير توحيد وعقيدة لأن الصلاة ذاته ربنا قال فصلي لربك وانحر فذول ما عرف ربه ما يعرف يصلي له ولو صلى له وما عرفه وما وعقيدته ما كان سليمه عنده شرك صلاته باطله ربنا قال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والشرك ده يا جماعه شرك اكبر واصغر شرك اكبر الانسان يدعو غير الله يقول يا فلان مدد يا علان ابن فلان اغيثني وانجدني وفلان ده غايب البنادي ده غايب او ميت ده الشرك الاكبر ذاته وربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما الاسئله بعدين خلي 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 خلي, خلي فانما حسابه عند ربه خلوه يا جماعة... يا جماعة خلوه جزاه الله خير جزاه الله خير... جزاه الله خير ربنا قال فإنما... جزاك الله خير... ربنا قال فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون